طلاب يسجلون في جامعات يفترض أنها تمنح شهادات جامعية نظامية. نحن لا ندعي أن شهاداتنا صادرة من وزارة التعليم العالي التركي. كان في اعتراف لكن ما كانش في اعتماد. رشد مسجلة كشركة تجارية في تركيا. هذا هو الاحتيال الحقيقي. حبيبي هذا اصطياد بالماء العكر. جامعات افتراضية. اكتشفنا أنه ما في اعتراف. ما أمن الحدا بس ما بسمح لحدا يتهمنا أيضا. عم ندرس بمنهاج للثمانينات. بدك خليني كمل بدك تعطيني؟ لا. جامعة زهراء غيرت الرول أب ليحطوا شعار ثاني أنه على أساس رح يعترف في الجامعة. لو فشلت في إصلاح الأمور سأستقيل. نفتح ملفات جامعة رشد الافتراضية، جامعة الزهراء، والجامعة العثمانية. أنا ما بعرف أنت معك دكتوراه بالإعلام مثلاً وأنت عم تعطي برنامج لان طوق نجاة على تلفزيون سوريا.